إنها المسلسلات المدبلجة. اللي كانت تلم العائلة الجزائرية وكي تلحق الوحدة ونص العشية يو سير واحد ما راح تلقاه يدور برا. كاساندرا المسلسل اللي حقق شهرة في أكثر من 128 دولة وخلى واحد ما يدور في الجزائر كي يلحق وقت لاسياس، وهذا كاع قبل ما تبان الانترنت ويبانوا معاه لي بلاتفورم دو ستريمينغ كيما نتفليكس و اتش بي او. سنة 1992 راح يبث لأول مرة مسلسل فنزويلي من بطولة الممثلة كواريما توريس في دور كاساندرا والممثل البورتوريكي أوزفالدو ريوس في دور لويس دافيد. قل كلمة إغناسيو أرجوك، قل إنها تكذب. هذه أنا لا أدري ما أقول. كاساندرا كاساندرا هذه الطفلة الغجرية الفقيرة الفائقة الجمال اللي ولات بمثابة اينيدول عند بزاف بنات اليبوك اللي ولاو يقلدوها في مشيتها في لبستها وحتى في لاكوب دو شوفو ديالها، كيما خلات لي جون بيان سور يشوفوا فيها فتاة احلامهم وان فيغيتابل ريفيرونس دو بوتي. اكرهك لانني بسببك قتلت بناسيو، رسمت الخطط بدقة بمهارة بذكاء مغفلة. روزاورا انا بسببك حرمت ابنتي من كل شيء، وبسببك انت قتلت بناسيو، قضيت علي، لكن الان ستدفعين الثمن غاليا. لا 150 حلقة جازت في اكثر من 200 قناة تلفزيونية عبر مختلف دول العالم، خلت هذا المسلسل يكون واحد من بين اكثر الاعمال التلفزيونية مشاهدة عبر التاريخ. اشكر اهتمامك ريكاردو، لكن لماذا عندما بدأت العمل هنا لم يكن هناك أزهار؟ لأنه لم يكن المدير العام بهذا الجمال. غودالوفي هي كذلك واحدة من بين أبرز الشخصيات تاع لي تيلي نوفيلاس أو ما يعرف بالمسلسلات المدبلجة. هذه الشخصية كانت من بطولة الممثلة المكسيكية أديلا نورييغا والممثل إدواردو مانياس في دور ألفريدو. مسلسل غودالوفي خرج سنة 1993 وهو يتكون من 269 حلقة، هو اقتباس عن مسلسل فنزويلي اسمه لا إرديرا بمعنى الوريثة اللي كان من تأليف الكاتبة والسيناريست الكوبية ديليا فيالو. بالرجوع لغوادالوبي تاع التسعينات فإن أحداث هذا المسلسل دور بين الأمريكان والمكسيك حول نيستوار دامور بين غوادالوبي سامبرانو وألفريدو ميندوسا اللي راح يكتشفوا بارلاسويت باللي كاين علاقة عداوة وثار قديم بين العائلة ديالو والعائلة ديالها. والدتك مجرد غانية وأنت أيضا مثل اغسلي فمك قبل ذكر أمي، والدتي كانت امرأة حرة. الأمر اللي زاد لهذا المسلسل لمسة درامية مميزة خلت لغرون بيبليك يتعاطف مع شخصية غوادالوبي ويعيش معها كامل تفاصيل حياتها، وصلت وين اعتبروها بمثابة فرد من أفراد العائلة. مسلسل إزميرالدا هو كذلك واحد من بين أشهر الفيوتون اللي جازوا على التلفزيون الجزائري في لابيريود تاع بداية الألفينات. هذا الفيوتون تم إنتاجه سنة 1997 وكان من بطولة الممثلين المكسيكيين ليتيسيا كالديرون وفرناندو كولومبا للعب دور خوسي أرماندو محبوب الفتيات. لم تتأذي أبداً، انهضي ولمي البرتقال. دعها، إنها لا تستطيع. ألا ترى أنها عمياء؟ مع العلم يا جماعة الخير أن هذا المسلسل هو اقتباس لمسلسل فنزويلي يحمل نفس الاسم ونفس القصة، تم تصويره سنة 1970 وكما لا ماجوريتي تاع لي تيلي نوفيلاس فإن الرومانسية وليزيستوار دامور كانوا حاضرين اون فورس في هذه النسخة المكسيكية، لدرجة أن هذا العمل تحصل على جائزة أحسن عمل في المكسيك كما تحصلت الممثلة ليتيسيا كالديرون على لقب ممثلة السنة. الفينومين تاع المسلسلات المدبلجة أثار فضول واهتمام بزاف باحثين في علم الاجتماع، هذا الشيء اللي خلى عالمة الاجتماع الكندية دينيس بومباردي تقول في هذا الشأن Give me a telenovela, I will give you a nation. الدبلجة إلى اللغة العربية الفصحى كانت كذلك هي واحدة من بين أهم العوامل اللي ساهمت في نجاح وانتشار هذا الأعمال خاصة في الوطن العربي. ربما كان قد أحبني لما كانت تعد عني. وانتوما قولوا لنا تحت في الكومنتار شكون هو المسلسل المدبلج اللي كنتوا تتبعوه بزاف، ومن هي أفضل شخصية مدبلجة كانت تؤثر عليكم. سلام.